السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وبناء على طلبكم هنعمل معاكم المخلل على الطريقة التركية، مخلل الكرنب. وانا النهاردة عند حماتي، ودي هنا الزرع ده عندها، كنت صورته لكم قبل كده مع الزرع بتاعنا. الزرع بتاعنا كله اتشال عشان احنا حصل عندنا تغيير كده عند البيت. ان شاء الله هبقى اوريه لكم وهوريكم ازاي بنزرع من الاول خالص لحد ما الزرع يكبر باذن الله. هنبدأ بقى نقطف من الجنينة بتاعتنا الفلفل اللي احنا هنستخدمه في المخلل. عندنا ده فلفل حار، المفروض ان احنا بنقطفه كده. بصوا لونه اسود وبعد كده لونه بيغير. والمناسبة المخلل دوت برضو من تحضيرات الشتاء زي ما قلت لكم. وبالنسبة للناس اللي طلبوا الصوص بتاع الفطار ان شاء الله هنزله لكم، هو ليه كذا طريقة. وبصوا الفلفل ما شاء الله، بصوا ده لسه بيطلع. عندنا ده كمان اهو، بس ده لسه صغير فاحنا هنسيبه وناخد من الفلفل الكبير. ده مش حراق غالبا. ده حراق حتى ريحته باينه. وده برضو ده بيبقى حراق جدا. عايز اقول لكم بقى في المخلل بيبقى طعمه رائع. الفلفل هنا عايز اقول لكم ليه انواع كتيره. اسالكم من فضلك العظيم، من السنه ان الواحد لما يسمع صوت صياح الديك يدعي ويقول اللهم اني اسالك من فضلك العظيم، لان هو بيبقى شايف ملك علشان كده بيأذن. بصوا ده بيبقى بقى حراق جدا، بيبقى طعمه رائع مع الاكل، انا بصراحه بحبه جدا. دول بس لسه صغيرين، كفايه كده الكميه اللي احنا قطفناها. عندنا بقى في البلكونه عايز اوريكم، بصوا لونه موف، فلفل لونه موف. يعني في انا شفت فلفل اسود، شفت فلفل موف، شفت فلفل الوان كتير جدا. بصوا الموف ده احنا قطعنا منه كذا واحده، ده برضو بيبقى حراق جدا، هنستخدمه مع المخلل. ودي الوفيرا عندي زيها في البيت، ما شاء الله بتكبر وبيقعد يطلع من تحتها. يعني هي بتبقى واحده لو قطعناها ما بتطلعش تاني، ولكن من الجذور بتاعته بيقعد يطلع بيتفرع كتير جدا. عندنا هنا بقى عشان المخلل بتاعنا، ده كل الفلفل اللي احنا جمعناه من الحديقه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، والموف ده اللي احنا وريت لكم اللي كان في البلكونه. ده خل العنب، لو خل البلسميك، وممكن تستخدموا مكانه خل تفاح. الخل الابيض مش هينفع، هيخلي طعمه مش حلو. او احنا هنستخدم هنا الخل العنب دوت او خل التفاح لو موجود عندكم، يفضل بلاش الخل الابيض. هنستخدم حوالي كوبايتين، هي الكوبايه مش مليانه على اخرها، هنستخدم منها كوبايتين. بو نيتوزو ده ملح خشن، ممكن تستخدموا ملح الهيمالايا. ده ملح خشن اللي هو الملح الرشيد اللي احنا بنقول عليه، هتلاقوه موجود عند العطار. ده ملح ليمون، هو شكله كده صخري بس انت ممكن تستخدموا ملح الليمون العادي. حوالي معلقه كبيره، من معلقه لمعلقه ونص، بس هي معلقه كبيره كفايه. معلقه كرنبايه كبيره بالحجم ده، هتبدا ان هي تقطعها كده. بص بقى اللي هي قطعته فوق ده، ده هتشيله عشان تعمل منه محشي. هي هما بيقطعوا الكرنب قبل ما يسلقوه، على عكس الطريقه بتاعتنا احنا. يعني ده كده علشان المحشي. بس ده ايريا بيزاميليا وسن اتشيوز اتشيوز يا براكلرنا اتشيوز دكتان سوفاتيسيوز. اهو ده كده عشان المحشي زي ما احنا قلنا. طبعا زي ما انتوا عارفين الاتراك بيحضروا خزين للشتاء، سواء مخللات او شوربه الطرهانه اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض اللي هي البودر، هسيب لكم ان شاء الله طريقتها في الاخر. المخلل صوصات ان شاء الله باذن الله، برضو الصوصات هنزلها لكم الفتره اللي جايه. وكمان المكرونه البيتي اللي بتتعمل كنت نزلتها لكم في القناه القديمه، ان شاء الله هعملها بايدي وهنزلها لكم، بتبقى جميله جدا في الشتاء. بعد ما بتقطعوا كده
بتبدأ تغسله تحت الحنفية كويس جدا، بتشطفه كويس، وبعد كده هتبدأ تقطعه في الطبق الكبير ده. هتشوفوا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي. اهو في الطبق بتاعنا بتبدأ تقطعه كده بشكل عشوائي، هو ما بياخدش وقت وبيبقى سهل جدا، بس بتسيبه لمدة يوم كامل، وبعد كده تبدأ تعبيه في بطرمانات. وهقول لكم احنا هنعمل ايه. بصوا هي طبعا عشان بنحط ملح وبنحط خل زي ما انتوا هتشوفوا كده، الكرنب حجمه بيكش، عشان كده هي بتقطعه كبير شويه، بحيث ان هو لما يكش ويبدا ان هو يستوي تلاقوا فيه لحم ان انتوا تعرفوا تاكلوه. طبعا زي ما قلت لكم هي ما بتحطش ميه، بس قالت لي اللي يحتاج يزود ميه هيغلي ميه ويسيبها تبرد ويزود. هي لما بتحط الخل والملح زي ما قلنا بيخلي الكرنب ينزل ميته، فهي بتشوف لو هو محتاج ميه بتزود ميه مغليه وبارده، يا غلتها وبردتها، لو مش محتاج خلاص ما بتستخدمش اي ميه خالص. هنا عندنا دول حوالي 5 فصوص توم كبار، ضربناهم بضرب خفيف كده، نسيت احطه لكم في الاول. هننزل هنا عندنا بالملح، بسم الله الرحمن الرحيم. دي بتشوف بردك ماهي، هي حطت هنا كوبايه ونص، دي معلقه كبيره ملح ليمون. عندنا هنا الخل، خل العنب او خل تفاح، هناخد منه حوالي كوبايتين او مجين من اللي بنشرب فيهم الشاي او الميه العاديين اللي احنا بنشرب فيهم على طول. هتنزل هنا بالفلفل، عندنا هنا التوم. هي هنا بقى هتبدا تقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض عشان يمتزجوا، والملح والخل زي ما قلنا هيدبلوا الكرنب. وخلوا بالكم وانتوا بتعملوا الخطوه دي، لان الفلفل كان حامي جدا وريحته دخلت على مناخيرنا وعلى صدرنا، ريحته صعبه جدا، يعني تقلبوا من بعيد لو استخدمتوا فلفل حامي زي ما احنا استخدمنا كده. خلاص هي حطت شويه ميه بس صغيرين عشان تنزل الملح اللي على ايديها، هتقفل بقى عليه وتسيبه يوم كامل، هو هينزل ميته، الكرنب هينزل ميته بسبب الخل والملح اللي احنا حطيناه، وبعد كده تاني يوم هتبدا تعبيه في بطرمانات وهوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. بصوا ده عندنا شكله اهو، هو طبعا ده لسه عاملينه دلوقتي، بتسيبه يوم كامل، هي كانت عملت ودي كميه تانيه. بتقول ان اللي حابب ان هو يستحمل لحد الصيف، يعني يقعد فتره كبيره، لو انتم مش هتعملوا في الصيف طازه ممكن تزودوا الملح بتاعه شويه علشان يستحمل، وبعد كده تنقعوه في ميه عادي وتاكلوا منه، مفيش مشكله لو عايزين يعني تضيعوا الملح بتاعه شويه. اتشمس منوني اهو، ده شكله بعد ما استوى. اهم شيء بعد ما بنحطه في البطرمانات بنسيبه كذا يوم، بيقعد بيحصل زي فوران، ما بنفتحش عليه خالص، لما بنيجي نفتح عليه بنخلي بالنا ان احنا نفتحه مثلا على الحوض او كده علشان الميه بتاعته تنزل بره. خلاص وتقدروا بعد كده تاكلوا منه، بيبقى طعمه خرافه. انا عايزه اوريكم شويه محطوطين في الطبق، وبالمناسبه كان بيعملوا الطماطم الخضراء مخلل، بتبقى رائعه. اهو ده شكل المخلل بتاعنا، وبالمناسبه هي كانت في طماطم خضراء هي كانت حاطاها معاه، عايزه اقولكم بتبقى طعمها جميل جدا في المخلل، لو في موجود منها في مصر اعملوها بتبقى جميله جدا. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.